أيضا بداو إن شاء الله. مشاهدي قناة شوف تيفي، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. وحنا الآن مع هذه الأسرة هذه اللي واحد السيد مقاول شرى واحد الفيلا حداهم وكيبنيها، كيبنيها عمارة ريزيدونس. للأسف أن هذا السيد هذا ما احترمش داكشي القانوني اللي كاين في الوثائق. هذا السيد دخل حتى لعند هاد الناس هادو لدرجة ديال واحد السور ولا واحد الحيط كبير هبط عند هاد الناس حتى الوسط الدار ديالهم. هاد الناس ولاو خايفين وكيطالبوا بحاجة واحدة، أن الناس المسؤولين ياخذوا لهم حقهم واللي عنده شي حق يبني فيه. هذا الشيء اللي كنعرفه. ياك سيدي السلام عليكم، قول لنا شنو المشكل ديالكم وشنو النداء ديالكم للناس المسؤولين. السلام عليكم، الله يجزيكم بخير. انا واحد الحيط عندي فيه جوج اربع مسجل محفظ فيه 40 سنتيم ديال العرض على 2 متر ونص ديال الطول على 20 متر. قرب لي الميكرو شويه هكاك. على 20 متر. الجار عنده فيلا حدايا، الحيط بريبها وبنى عماره لتحت، دخل عندي من التحت دو بروميير ايطاج ريد شوسي ما كاين مشكل، طلع البروميير ايطاج وخرج لعندي، وحتى الكاتريام ايطاج كله خارج عندي. يعني البني كامل خارج حتى لعندكم؟ من البروميير ايطاج. من البروميير ايطاج. من البروميير ايطاج ريد شوسي ما فيه مشكل. دابا انا تنطالب باش يدخل المحل ديالو قانونيا. مؤخرا كان طاح عليكم شي حيط، حيط فاش كان كيبنيو كان طاح واحد الحيط لدرجة انهم خرجوا عندكم تطاح. هضر لينا على هذا الشيء. هذا الحيط بناوه خارج على داك الحرف صافي وطاح. يعني شنو تبغيو تقولوا للناس المسؤولين؟ انا هذه كنعرفوا ان اللي عنده شي ماتخاش غيبني فيه. هذا السيد هذا تعدى العبار اللي عنده ولا تعدى داك الشيء اللي عنده ودخل حتى لعندكم. فعلا هذا الشيء اللي كاين في الهواء. قال لي الهواء، قال لي الهواء ماشي ديالك. الهواء ماشي ديالك. الهواء ماشي ديالك. الحيط ديالك انت عندك بروميير ايطاج، الحيط ديالك فيه 40 سنتيم، راه هو داك تما. وانا عندي الحيط مسجل محفظ في التيتر بان الحيط فيه 40 سنتيم. وهذا الشيء كامل اللي كتقول راه كاين وثائق بطبيعه الحال. هي دي في التيتر ديالي، هي دي في التيتر بانه الحيط فيه 40 سنتيم داير على الفيلا كلها. هذا السيد هذا فاش تواصلتوا معاه شنو كيقول لكم؟ قال لك ما عندك حتى شي وثائق، حنا هذاك ماشي ديالك، هذاك الشيء ديال الهواء الفوق ماشي ديالك. يعني كان ان ذاك الحيط حتى هو لا قدر الله توقع كارثه انه طاح كامل لوسط داركم لعندكم. في وسط الدار؟ لا، الان باقي طايح الحيط في وسط الدار، وحنا تنطالبوا باش يدير لاسيرونس. يعني يدير لاسيرونس ويدير الاحتياط ديال داك الشيء اللي كيدار. يعني باش انتم تامنوا على راسكم والناس المسؤولين يجيو يشوفوا هذا الشيء اللي واقع ضروري في هذه المنطقه. ضروري. ولكن المهم الله يجزيكم بخير، والمهم ان هذا السيد يحترم البني ديالو من الفوق من تحت، ان الحيط داك الحيط ما يفوتوش، ما يبني غير حقه، ما يجيش يبني في حقي. يعني هذا السيد كتواصلوا معاه كتهضروا معاه ولكن ما كاينش، ما كتوصلوش للحل. قال لك ماشي ديال قال لك ماشي، قال لك هذا السما ماشي ديالك. دابا شنو كطالبوا انتم للناس المسؤولين؟ الرساله للناس المسؤولين شنو تبغيو تقولوا لهم؟ بانه يبني حقي صافي، كل واحد ياخذ حقه. يعني صراحة درتو شكايات؟ مشيتو غادي ديروا شكايات؟ كاينين شكايات؟ كاينين شكايات بهذا الموضوع هذا؟ ماشي مشكل، ماشي مشكل. رسالة للناس المسؤولين أساتذة على هذه البلاصة هذه شنو تبغي تقول لهم بخصوص هذا المشكل هذا؟ إيوا حنا بغينا غير حقنا، ما يدخلش الحيط كيف بنى البروميير، كيف بنى الريد شوسي يكمل، يحيد سميتو يكمل على حساب الريد شوسي، ما يبقاش خارج الفوق. الرقم ديالكم اسيدي للناس اللي بغاو، الناس المسؤولين ولا شحال يتواصل معاكم بهذا الخصوص، الرقم ديال التليفون 06 63 52 46 72. يعني مشاهدي قناه شوف تيفي كيف ما كتشاهدوا معنا، حنا الان مع هذه الاسره هذه اللي بسبب واحد المقاول شرى واحد الارض فيلا وعاود بناها ريزيدونس، دخلت لعندهم هما عندهم داك الشيء مسجل محفظ الحيط ديالهم بنا فيه من البرومي حتى الكاتريام ايطاج، داك الشيء كامل زايد داخل عندهم. يعني كنتمنوا ان الرساله ديالهم توصل للناس المسؤولين انهم ياخذوا لهم حقهم، وكيف ما كنقولوا اللي عنده شي حق ياخذوا، يسال ما كاينلاش هاد المشاكل هادو، خصوصا ان حيط طاح عندهم حتى لوسط الدار. يعني داك الحيط لا قدر الله راه يقدر توقع شي مصيبه، يعني راه كارثه هاد ديال ان حيط كامل على قدو كيطيح وكيبكي، يعني ويدير لاسيغونس
ضروري حيت شاد الناس ولاو خايفين على راسهم. الرقم هو 06 63 52 46 72، هذا هو الرقم. الناس المسؤولين، الناس اللي قادرين انهم يحلوا المشكل هذا، تزيد يتصلوا به على هذا الرقم هذا. وهنا مشاهدي قناه شوف تيفي كنكون وصلنا لنهايه هذا المباشر، كنشكركم على حسن المتابعه، نتلاقاو في مباشر اخر.